اليوم الناس راهي طلعت للمريخ، هناك حرب حرب حرب، شكون يروح للفضاء اول؟ كيف طلعوا للفضاء بالزيتو تاعهم والعلم تاعهم والتربيه تاعهم ايتو؟ دونك دخلوا لي زارب معاهم اليوم، اوكي لي زارب كيفاش دخلوا؟ دونك تشوف واحد مثلا يضرب في الجيري، يضرب في الجيري يقول لك الامارات راهي طلعت للفضاء والجيري ما استنفعت والو من البترول وما دوك نتايا، دوك نتايا راك تقارن، او عندنا 50 مليون اوكي تقارن انت شعب ما على بالي شحال عندهم 6 ملايين ولا 7 ملايين، دوك تقارن تقارن مثلا شعب فتيت 9 ملايين نسمه الى 50 مليون، وحنايا مثلا واش صرا مثلا في لادي سيني نوار كسرتنا ليكونومي تاعنا، العلاقات التجاريه مع كل البلدان مغلوقه، دونك هما في هذاك الوقت هم يبنيو الامارات، حنا البترول تاعنا كان يسوى 19 دولار ولا اقل، دونك يجيو 19 دولار البنك العالمي نحيلك 15 دولار يبقى لك 4 دولار تخلص مثلا الخدامين هذاك يبقى لك مليار دولار، ما على بالك الا تاكل به ولا تشرب به ولا، كنا في ازمه حقيقيه ركعونا، دونك خسرنا لي بوس هذوك اللي حرقوا لي زيكور اللي قتلوا اللي ماتوا اللي، دونك مشكله اكثر من 22 مليار دولار خساره، لو كان مثلا لي زيكور هذوك تاع العشريه السوداء مازالها قايمه لي بوس ولي زوزين هذوك وسوق الفلاح اللي حرقيتو يكون، و 22 مليار دولار هذه نديرو بالك حاجه واحده اخرى بها، او ميم طو الناس ما تخافناش، دونك حنايا نتفتحوا على نتفتحوا على الناس الاخرين، هذيك في التسعينات الناس تعاوننا تخدم الكوميرس معانا عطاونا لي كريدي، ومن بعد كي تجيك الفاتوره ينحيل كلش تقعد للشهر كنت تخدم على الفاتوره فقط، هاي لك واش صرانا في التسعينات ركعوا ليكونومي ما عندنا والو، والبترول طاح حتى واحد ما يشوفك غلقوا كاع البيبان عليك، دونك يقول لك اسمح لنا يشوف كاترافين، دونك مثلا كي بدينا ندخلوا شويه انتو في الاقتصاد انتو، دونك اليوم امي كومباري وهذيك الامارات قال لك كيفاه طلعت للسماء، هي دراهمها الى يوتيليزي ان ستاسيون جابونيز يعني محطه الفضاء اليابانيه عطات لها الدراهم بعثت للمريخ، بصح كاين عندك الامارات والجابون عندك لاشين عندك امريكان عندك لاروسي عندك الهند قام واجدين قام واجدين، قال لك اللي يحكم الفضاء يحكم كلش، اوكي كل واحد بغى يروح لثما بغى يكش، دونك حنايا باش نعلموا لولادنا هذوك تاع 15 سنه باش نخرجوا دي زانجينيور دي زاسترونوت دي جون تاع لا سيونس ايتو، دخلنا لهم هذه العقليه تاع العشريه السوداء، او يجري مثلا واحد تاع 6 سنين يجري في طريق ويزقي يعلي هو مازال ما داش الفروض تاعو الامتحانات باش يهرب من المدرسه، قال لك انا ما نديرش انا الفروض تاع اليوم نروح لامارش، ايوا فهمت، بغينا نوليو مثل كوريا الجنوبيه بصح ما نقدروش نطربوا كيما هما الاولاد تاعهم الاحترام لي زونسينيون يخافوا لي زونسينيون كيف كيما باباهم كيما حنايا بكري كنا نخافوا لي زونسينيون نقدروهم يعني الاحترام، دونك اليوم تلقى وناس فاشلين ام يربيو في اولادنا بالتليفون وتيك توك ايتو، دونك انا 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 الاموال اللي نهبوها الله لا تولي الاموال هذيك، علاه باسكو راني نشوف انا جيل جيل تاعو ينوض
ما يقرا ما يفهم، تهضر له ما يفهم، تقول له راك متناقض، رحت مع رشاد ولا رحت مع الماك ولا رحت مع الازوان عندهم كاع نفس المشروع، يقول لك لا لا، رشاد عندها برنامج ارهابي، لا لا الماك عنده برنامج ديمقراطي، الازوان عندها برنامج لايك، يجيب لك هكذا بصح ما على بالوش باللي المخابر اللي راهم يسربونا بلي زانفورماسيون هذوك نفس المخابر، ها نفس المخابر ما على بالوش، هذه راني نجمع في لي زانفورماسيون وما لحقت والو، ما لحقت والو تالمو كاين بزاف لي زانفورماسيون. اوكي قولوا هناك المخابر اللي راهي تبعث نورمالمون هذه فهمتوا هايليك، هذا رشاد صحاب رشاد، هذه صحاب الماك ولي موفمون تاعهم، هذا رضا بودراع وجماعة تاعو. اوكي وراه نمبر 2 هايليك من الموساد والاسرائيل فرنسا الامريكا القطر تركيا وكاع هادو لي زاجون كاع تاوهم، حتى وين توصل لي زالجيريا كرامة قطر كرامة رشاد تركي أمة. اوكي هاي بريطانيا وعندك شوشانة وعندك زيطوطة وعندك هارونس مراوي اوكي، ومن بعد عندك لا فرونس عندك هادو هاي فرحات، عندك الأمامة عندك الأزاواد عندك المزاب عندك الشوية وعندك الجيبيكا اوكي عندك ليركا، هادو كاع هاو الناس تاع المغاربية، المغاربية أوراس كاع الناس هادو عليك. اوكي هادو صحاب هادو تاع الجمعيات هادو تاع أمريكا والحقوق الإنسان، هادو الناس تاع المغاربية سيدي الديمقراط شراوهم كاع، أي كريم طاب وعسول وبوشاشي وتو، هادو كاع الأحزاب اللي راهي في القبائل صافي، لو كان تقسم القبائل شوف كاع الأحزاب. هادو كاع لي تيليفزيون اللي راهم يفينونسي فيهم الماك. اوكي هادو الاخوان المسلمين في مصر اللي راهم يضربوا في الجزائر هنايا، هادو المجموعات الارهابية اللي راهم دايرين بينا كاع، هادو وهادو، هادو الاحزاب الاسلامية اللي راهي في البلاد عينيك، هذه سي الايديولوجيات هذه مخربه، الايديولوجيات السياسيه اللي موجوده في البلاد. دونك كاع الناس هذو كل واحد عنده المشروع تاعو، بس ولا واحد بغى، هذو الناس اللي قالوا التسليح كاع في الجزائر. دونك عفوا دونك مشكلة لأن رانا نشوفوا أناس كاع هذو الخلوطة هذه أناس 100 200 يعني على بالي شحال من الناس راهم مسلطين الضوء على الجزائر اليوم، واحد يقول لك التسليح، واحد يقول لك ضرب لي ديبوتي، واحد يقول لك مثلا يكون ضرب في لي جوندارم ولا بوليس، كل واحد واش يقول لك كاع في العالم، بصح تلقاو شكون هو يدير لهم او يلعب بهم كيما الدوما او جا من مخبر واحد المخبر، بصح هو يستعمل ايديولوجيات مختلفه. دونك انايا كي نشوف مثلا الجزائر اليوم، الجزائر فرقوها على يا ربي نقولوا واحد 100 جبهة، كي نقول لكم 100 جبهة نزيد مثلا الزوايا المذاهب الشيعة السنة الإباضية اوكي الصوفية كاع كاع والله هذيك تاع الوهابية اوكي، دونك قسمونا
شمونا واحد 100 جبهة. دونك الحكومة الجزائرية ما تقدر، الناس ما يقدروا، لأن بزاف الجبهات قسم 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 قسم، خلي الشعب هذا يتبعثر وحنا نديروا راي تاعنا كي يكون هالحكومة تاعهم الجيش تاعهم. لأن اليوم أنا شديت واحد لافوتو هنايا عندها واحد المعنى كبير كبير. تشوف مثلا هذا هو البريزيدون، هذا الكونديدا تاع الأزاواد في النيجر. كان حاجة مليحة مثلا، هذا السيد هذا ما عندوش مثلا، عنده 60 مليون نورمالمون يروح للحج، ما راحش للحج، قدمها للأطباء شرى بهم أضحية العيد. هذه حاجة شابة. هذا أوكي، مكتوب القبائلي خوك والعربي خوك والشاوي خوك والمزابي خوك والترقي خوك والعصابة هي عدوك، رد بالك يخدعوك. بكاع كلش خوك خوك خوك. بس واش دار هنايا؟ دار الكاسكيطه ودار لها سون سانتير دي هذاك. اوكي، وحنا الاحرار. المشكله كي يكونوا هادو اخوان في السي في، وانت تقول له باللي ما نجمش تتفاهموا مع الجيش، شكون هو في داخل الجيش؟ يحكي العربي والقبيلي والشاوي والمزابي واللي يامن واللي ما يامنش الصوفي، راهم قاع داخلين في الجيش. ياك هكذا، الا راهم خوات في السيفيل، الا راهم خوات في السيفيل، علاه ما يكونوش خوات في الجيش؟ دونك الا نتايا راك في السيفيل ولا راك في الجيش، تكونوا خوات ثاني. ياك هكذا، هما لا قالك لازم يكون عندنا عداء مع الجيش. شفتوا دوك وين كان التناقض؟ لازم تكونوا اخوات بصح بالسيفيل، بصح ما نجمش تكونوا اخوات الى راكم في الجيش، ولا تكونوا الشعب يكون خاوه مع الجيش. لا هذيك. دوك نقول لكم مثلا واش راهم يخطوا. هذا مثلا هذوك ليليت، هذوك النخبه واش تقول كنايا باش، لان البيت تاعهم كاع هذو كاع الناس. عندي 20 من ورقه هنايا، 20 من ورقه، جبهات لي بارتي بوليتيك خلطوها كاع لي زاسو، كلش موجود. اللي راهم ضد مشروع الدوله، لان بغاو يكسروا لك الدوله. اوكي، حنايا الجزائر اليوم راهي قايمه لان الجيش عنده كاع الجبهات في الداخل، راهي حماتو للشاوي والترك، كلش راه داخل، لان عندنا جيش شعبي. ما عندناش مثلا مثل امريكا جيش تروح بدراهم. اوكي، ماشي مثلا ك عندك مثلا الحب في الجيش باش تروح امريكا، راك رايح للدراهم للجيش الامريكي. عكس الجيش في الجزائر، الناس تحب بلادها. دونك كاين شي ناس يروحوا للجيش بدراهم بصح، وكاين داخل يعلمونك الوطنيه ايتو. البروبليم وش بغاو اليوم؟ يبغاو يخلقوا المشكل، بغاو يخلقوا المشكل الافغاني ولا المشكل الليبي؟ علاه؟ باسكو داخل الجيش تاعك، ولا المشكل السوري ثاني داخل الجيش تاعسوتو حنايا سي بير، لان مثلا في سوريا وعندهم 3 ولا 4 تاع الجبهات داخل الجيش واحد، العلوي الدرزي والسني ولا والعرب تمشود كاع هادو شويه. اوكي، ومثلا ثم في سوريا واحد حاكم الكوموندمون، واحد حاكم باش على ما تكونش هادي تصادمات. بصح في الجيري الجيش تاعنا قبايلي كاع مخلطه، جينيرال ولا ضابط ولا جندي، ما تلقاش مثلا في العراق تلقاهم كاع مخلطين. وحنايا كبيره الارمي تاعنا مثلا، عندنا بزاف طوائف داخل. كي نخلقوا المشكله مثلا في السيفيل، في
دونك كي نخلقوا المشكله في السيفيل بيان سور هذوك تاع الجيش يكونوا متضامنين مع اخواتهم كما صارت في ليبيا مثلا. ياك كان جيش واحد بصح كي فرقت الميليشيات كل واحد عسكري بصح راح مع القبيله تاعو. دونك ايماجين تاع عندك قبائل اليوم والقبائل هذو عندهم دي ميليتير اوكي كيما صرات ثاني في الكورد البشماركا. دونك البشماركا هذه سي كيما نقولوا سي البرا ارمي تاع لي كورد اوكي. اليوم كاينين نوتر برونش ارمي. دونك انت مثلا البوبل تاعك ولا الليتني تاعك العرق تاعك في السيفين يكون عنده مشكل مع عرق واحد اخر. دونك لو برا ارمي صافي العرق تاعك اللي راه في الجيش يروح معاك والعرق تاع هذاك العدو تاعك العرق تاعو المسلح يجي معاه. صافي دير هذو اللي ليت هذو اللي يروح يقول لك القبائل خير من اللي شاوي ومن بعد تقول له هو لا اللي شاوي خير من هذو باش نخلقوا هذا الاعصار هذا في الطبقه المدنيه. كي نخلقوا هذا الاعصار في الطبقه المدنيه بار اكزومبل راشد راه يكره الماك والماك يكره معليش هما مستنفعين من هذه الاشياء لان علاه دونك يشوفوا باللي الجيش متحد جبهات داخل الجيش متلاحمه كي يكون هذا الصراع بين المدنيين كل واحد عسكري يروح مع العرق تاعو. هذا كما نقولوا سنه الحياه يروح مع كي تصرى مشكله كبيره يتفتت الجيش تاعك ومن بعد نوليو جبهات. دونك الجبهه اللي كانت مزابيه في الجيش تروح مع المزاب القبائل يروح مع القبائل الشاوي يروح مع الشاوي عائله كيف تتفتت اليوم. اليوم كما كانش صراع حقيقي في الميدان لان هادو الجبهات اللي راهم يتخاصموا في البلاطو مازال ما وصلوش الى حد يكون عندهم اناس مدربين على السلاح يكون عندهم ثقافة السلاح هذه. دونك ايماجين غدوة تكسبلوزي الحالة هادوك الناس الفون روجواندر ليتنيسيتي تاعهم العرق تاعهم. اليوم تلقى مثلا هذاك بودرا يقولك ديريكت رضا بودرا هو ثاني عنده حركة احرار باش يحط لك هذه ليدي في المخ تاعك باش ترفد السلاح. وكاين شي اناس فريمون داروا لي دي رومارك انتيليجونت اي انتريسون قال لك هذا سي ميساج بور لي سيلول هذوك الراقدين اوكي. هناك دي سيلول في الجزائر راهي راقده راهي تستنى في الوقت المناسب باش ترفد السلاح. لي ماكي السلاح اللي مثلا السلاح اللي مخبي موجود سلاح في لي ماكي. دونك يكون عندهم الضوء الاخضر يروحوا على بالهم كاع لي كوردوني مثلا تاع الجي بي اس يروح للمكان هذاك ولا يتفكر وين وضعوا السلاح يروح يجبدوا كاع لي كلاش. دونك اتونسيون اليوم كي نقول لكم كاين مشكله الناس هذو لي بوليتيسيان ما راهيش شايفه راهم يشوفوا سطحيا معليش الازواد معليش هذو بصح ما يشوفش باللي الازواد هادو عندهم اناس في الجيش القبائل عندهم اناس في الجيش الشاوية عندهم اناس في الجيش العربي عنده اخوه في الجيش. دونك الجبهه هادو كي تتصادم في المجال السياسي المدني بيان سور كخوه يروح يعاونو. دونك تولي تصادمات بين القبائلي المجند والعربي المجند اينك واش بغاو ما لقاوش مثلا وقت كافي باش يدربوا كاع هذو لي زيكستريميست المدنيين ما عندهمش مثلا كيفاه يرميو لهم السلاح. دونك الحل الوحيد لازم كاع هذو اللي قلت لكم كاع هذو 20 ورقه هذو لازم يضربوا في الجيش اضرب في الجيش وانت لا ميسيون تاعك لازم تضرب القبايلي زيرو قبايلي وانت لا ميسيون تاعك دائما تقول زواف هو لا ميسيون تاعو. ومن بعد هذاك مثلا يغيظوا الحال
واحد قبائلي مسكين ما عندوش اي علاقه بزواف، واش يدير؟ يدير لا رياكسيون، كيدير لا رياكسيون بعد نشوفوا الاشتباكات هذو. والاشتباكات واش تجيب لك؟ تجيب لك هذاك العسكري يكون متضامن مع اخوه، اوكي، من داخل باريس والفواي يهدر معاه طاف طاف طاف، يجيبوا هذيك يقول لك انت يا قبايلي وانت يا عربي وانت دونك عايلك، واش خفنا تروح هذه المواجهه المدنيه تدخل بين الاناس المجندين؟ هما ماذا بهم يكسروا هذا الشعب الجيش، كي يكسر هذا الجيش بان يدخلوا هذه تاع العرق يكون الجيش تاعنا ماشي قوي، صافي دي فوا يدخل لك. ومام ما تخممش انت يروح الجيش مثلا يحارب في ليبيا ولا يكون قوة، لان انت كبوليتيسيان تبون كي يروح يضرب الطابلة على باله باللي موراه كاين جيش قوي، الا الجيش تاعك من متفرتت دونك يشوفوك الناس خلاص ما عندكش قيمة. دونك اللي راهم يلعبوا او عندهم دونك على هذا قلت لكم حنايا رانا حطينا كاع التوجه تاعنا، رانا نشوفوا هذا داوه لابوليس، هذا خرجوا، هذا دار لا فيديو تاع سليبات، هذا علاه؟ باسكو الصح او يتخدم. ايوا الناس ما راهيش ترقد، راهي بريباري لك، اوكي، انت نعس ومن بعد نتخاصموا بيناتنا. ولا هذوك اللي ضربوني زعما انا قلت لهم دير ميساج انسولت انا نمنجلك، حتى واحد ما يشوفه، انا اللي غير اني نشوفه وانا ما يتاثرش فيا، اوكي، انا ما زدتش الباح باش يتاثر فيا الميساج تاعك، انت اللي خسرت الوقت. دونك تهلاو في رواحتكم، الله يجيب الخير هذا مكان، مع السلامه.